مليين الياس مليين الياس. مليين الياس، أخصائية بجراحة وطب الأسنان والتجميل، حتى نحكي عن آخر التقنيات والمفاهيم الحديثة بصحة وتجميل الأسنان. أهلا وسهلا فيك، اشتقنا لك. أهلا فيك بالأكثر والله. سافا الوالد منيح؟ بجنن وسلم عليك. سلمينا لك. أهلا وسهلا فيك دكتور مليين. حبيبي. مليين، نحكي اليوم عن الفينيرس. أكيد. فأول سؤال، ما هي قشور الأسنان أو الفينيرز في عالم طب الأسنان وكيف تعمل؟ يا لطيف. سؤال هيك يعني، لا هلا جوابه كثير هين. بالنسبة لنا كحكم أسنان، في نوعين، ما يعرف بنوعين فينيرز، في الكومبوزيت فينيرز وفي السيراميك فينيرز. الكومبوزيت فينيرز هن بينعملوا ان اوفيس اونلي ان وان سيشن. هيدي نحن انا والوالد دكتور جورج الياس، دكتور اول مين بلش فيهم بسنة الثمانينات، وهلا مع التطور يعني التجأنا اكثر للشيء اللي كثير اكثر ترندي واللي اكثر افيكاس، اللي هو السيراميك فينيرز. هلا بالنسبة شو الفرق بيناتهم؟ بالنسبة للفرق، هن اثنيناتهم كتحضير الاسنان عم نحكي بذات الموضوع. اما اللي بيختلف هو البرودوي اللي عم نحطه. بالكومبوزيت فينيرز نحن بالكومبوزيت عم نستعمل، اما بالنسبه للسيراميك فينيرز عم نلجا لمساعده المختبر. اوكي. طيب بالتايب الاول اللي هو الكومبوزيت، شو بيفرق يعني فيه الانسان يحطه ويداين معه قد ايه بصير الاسنان حساسه؟ كيف بيصير شكل الاسنان؟ تعطيني التفاصيل عنها تنروح على التايب. اكيد. هلا بالنسبه لنا، مع انه انا بعرف انه بعد في كثير من الاطباء وبحترم هذا الشيء بيستعملوا الكومبوزيت فينيرز، وهذا الشيء ممكن كمان اكيد كثير مزبوط، بس رح اقول لك نحن بعياده الدكتور الياس شو بنعمل. نحن يعني بس بالانديكيشنز اللي بنعوزها الضروريه بنستعمل الكومبوزيت فينيرز، لانه الكومبوزيت فينيرز منه ضيان مثل السيراميك فينيرز. اللون بغير مع الوقت، بكسر اكثر، بصير في عنا اذا كان المريض عنده باد اورال هايجين، يعني ما كثير بينتبه، ما كثير بينظف، ما بيستعمل الخيط، بصير في ريحه فم كريهه، يعني كثير قصص هو اللي فينا ما نقطع فيهم مع السيراميك فينيرز. طيب عم نشوف على السوشيال ميديا تعوا ركبوا اسنان بدقيقتين والمبالغ يعني كثير زهيده بالنسبه لهذا الشيء، هذا هو الكومبوزيت فينيرز اللي عم نشوفهم؟ مبدئيا مع احتراما اكيد لكل اطباء الاسنان، وبس مبدئيا بس نحكي عن كومبوزيت فينيرز هو اونلي ان وان سيشن. وبيبروا الاسنان؟ بدك تبري السن لتركب الكومبوزيت؟ هلا انت بس بلشي تحكي بالفينيرز بالطريقتين عم بيكون في مينيمال انفيزيف بريباريشن، يعني اقل ما يمكن نشيل من اسنان. هيدا مش انه نحن عم نحكي لنوهم المريض، هيدا مجبور الحكيم نعمل هيك كرمال تهدى، لانه نحن بدنا نلقط الفينيرز تبعنا على اول كوش، الكوش بروتكتريس تبع السن اللي معروفه بالام اي، اما انامل ان انجلش. اوكي. طيب التايب الثاني اللي هو السيراميك فينير اللي بنستعمل، اللي هيدا بياخذ وقت اطول بس هو احسن. مزبوط. هلا بالنسبه للثاني بنعوز نعمل امبرانت كرمال نبعتها عند المختبر من بعد ما نحن نكون اوريدي حضرنا وبردنا اسناننا، يعني مثل ما قلت هي مينيمال بريباريشن، يعني كثير هي لاس انفيزيف عن الفول كراون، بس كمان رح ارجع احكي عن فول كراون انه هو العلاج المناسب بكثير من الحالات اللي ما فينا نلجا للفينيرز، يعني ما بقول انه الفول كراونز هن مش منيح، الفول كراونز هن بيرفكت بس للانديكيشنز تبعهم. اوكي، يعني ايه خبريني البروسيدجر. البروسيدجر اول سيشن بيجي لعنا المريض، منصوره على طول ليتذكر المريض هو كيف كان، تينبسط اخر شيء بالفاينل ريزلتس، لانه هيك كثير بيرجع بيفرح بس يشوف كيف كان، اوقات المريض بينسى. ها اول شغله. بنرجع من بعد ما نحكي مع المريض ونعمل انا ودكتور جورج مثل ما بيقولوا وي بريبير ذا كيس، يعني بنشوف شو براينا شو لازم نعمل، شو المشاكل عند المريض وين بدنا نصلح. من بعد ما نعمل هالستيب بنلجا للكرسي اكيد على الدنتال تشير، بنبلش بنعمل هالبريباريشن اللي هي بسيطة كثير بطريقة نضل بالإنامل، ومن بعدها بناخذ شيء اسمه طبعة للمختبر، المختبر بصبها هونيك وبيعطينا أول السياج.
يعني في تعاون كثير كبير انتم والمختبر 100% 100% واكيد الشغل الاكثر هو بيصير ان اوفيس عند بالكلينيك لانه نحن على الحكيم يشوف اذا الشغل الواصل من المختبر اكيد المختبر على طول بارفي بس نحن كحكيم لازم نكون عم نشوف اذا اللون اذا طول السنه لانه نحن عم كونتاكت ديركت افيك الباسيون مع المريض. طيب الكراون غير الفينير مزبوط الفول كراون غير الفينيرز يا رح اقول لك شو هلا بالفينيرز هي هيدا النيو ترند تبع طب الاسنان يعني المرضى هلا صاروا اكثر عندهم وعي عندهم ثقافه بما يخص موضوع طب الاسنان مش مثل قبل كان يروحوا عند الحكيم باع يا حكيم ابع هلا لا صاروا يقولوا بالعكس نحن بدنا نحمي اسناننا قدر المستطاع فهون العلاج الانسب هو الفينيرز بحالات ما وقت نكون قادرين نلجا للفينيرز بتكون الايديال ساعتها هون نحن ما بنكون عم نشيل كثير من اسنان وبنكون عم نعطي ريزلتا كثير حلوه مثل الريزلتا اللي بيطلع بالفول كراون بس الفرق البسيط انه ما بنكون شلنا كثير بحالات معينه وبدنا نعرف انه الفول كراون ما له بديل لانه في كثير حالات واذا بدكم هلا بشرح لكم شو هن ما فينا نلجا بس للفينيرز الفينيرز ما بيكونوا الحل طب هو اصلا ليه بنعمل فينيرز هلا رح اقول لك مثلا ليه بنعمل فينيرز فينيرز ولا فول كراون لا فينيرز فينيرز بنعمل بيكون المريض بعمر شباب بعد عنده بعده اسنانه قويه بعد في الانامل ما هي افيك لو طا مع العمر اكيد نحن كلنا بعيد عن هالموضوع هون الانامل بيدوب افيك لو طا بيكون يا ابريجن يا اتريشن يعني مالتيبل كوزز بيادوا انه نحن يصير في عنا مثل ايروجيون اتريسيون نوع معين ليدوب هالانامل هون ساعتها نحن بدنا نشوف اذا راح كل الانامل ما بقى فينا نلجا للفينيرز اذا بعد في عنا كوش معينه بنلجا للفينيرز اوكي بس ليه بنعملها بنعملها بعمر معين مثل ما قلت انه الانامل بعده موجود وصحة سنين بعدها منيحه يعني ما في كثير كاري في نتفه بس نحن المريض مش منه حابب للون سنانه مثلا اما عنده مال الينيومون بس خفيف منه ميجر كيس يعني انجا في هيك سن صغير مش كثير عاجبه لونه مش حلو شكله مش حلو وزعجه للمريض بهالحاله بدل ما نبرد كل السنين بما انه ما في تسوس ما في نسبه تسوس عاليه بنلجا للفينيرز بنكون زبطنا الموضوع من دون ما انه نكون نحن عملنا بريباريشن كبيره طيب الفينيرز بينحط على كل التم يعني من جوا ولا ما بنفوت لجوا كثير هلا اجمالا نو نيد انه نفوت لجوا بنلحق الضحكه يعني قد ايه حسب ابتسامه المريض قد ايه ابتسامه المريض بنلحقها وحسب كمان فينا في مريض بيقول لي انا زعجني بس السنترالات وبكون منه حابب يغير باللون فساعتها هون اكيد فينا بس نعمل السنترالات بس بده يعرف المريض انه ما فينا نغير باللون ولا بيطلع ايه عجيبه بيطلعوا السنان لون والباقي طيب اللون كيف بتختاري اللون للفينيرز بالذات وقد ايه بيضاين لون الفينيرز وبتختاريه على لون البشره كيف بتختاري يا هلا اهم شيء مثل ما قلت انه بالنسبه للكومبوزيت فينيرز هو لي افيك لو طون كان مع النسكافيه مع كل شيء بغير لونه ملونه هو بده يعرف المريض انه بيغير لونه مشان هيك التجأنا للسيراميك فينيرز اللي هو ما بيغير لونه اللي هو ثابت اكيد على المريض انه يكون عم بينظف اسنانه يلتزم بفرشاه اسنان على طول معه موجوده فرشاة على القليله مرتين ثلاث مرات بالنهار يستعمل الخيط ضيان اللون كيف تختاري اللون على لون البشره ولا هو المريض كيف لا. ما بده هلا هي اول ستيب على الحكيم هو انه يدل المريض كونه الاكثر خبره نحن اهم شيء انا ودكتور جورج ما بنقبل انه نبلش هيك سيشن الا ما يكون قبل الظهر لانه بحاجه للضوء الطبيعي لما نتاثر بضوء العياده الموجود ساعتها بننقي نحن بنوقف المريض وبنقعد معه بنتقابل معه تحت الضوء الطبيعي لنختار اللون اللي بدنا اياه، اللون اللي بدنا اياه حسب اذا بدنا نترك لون اسنان المريض الطبيعيه ام اذا كان نحن بنفتح، من بعد ما نحن نعطي راينا للمريض اكيد هون بيرجع بيجي رايه للمريض اذا كان عنده شويه تعديلات بناخذ وبنعطي اكيد. اوكي، طيب
شو قلتي لي فينيرز والثاني شو؟ الكراون الفول كراون الفول كراون الفول كراون امتين بنروح على الفول كراون اوكي هلا مثل ما قلت انه في مالتيبل كوزز لنحن نخسر الام اي بس نخسر الام اي كان من اتريشن من ابريجن من ابفراكشن من ايروجن هو اسباب بيأدوا انه يدوب الام اي بس يدوب الام اي اللي هي اول كوش بروتكتريس تبعنا اللي نحن بدنا نلقط عليها الفينيرز اذا ديبت افيك لو تان ما بقى فينا نلجا للفينيرز اما اذا كان في عنا ان موفي الينيومون بس سي ان كان ماجور يعني ما عم نحكي بهيك سن صغير مش عاجبنا عم نحكي بعن جد كثير يعني الكانين كثير ظاهر من التم بهالحاله كمان اذا بدنا نصلح هالقد ك هالقد كان متقدم مجبورين نروح على الفول كراون اذا كمان كان في عنا شو بدنا نقول بعد اذا كان في عنا مثلا سن ناقص مجبورين نروح على الفول كراون ونعمل بريدج ما بقى فينا نعمل الفينيرز هي سن ما بيغطي فراغ طيب فينا نعمل فول كراون على اسنان من دون ما نحط بريسز يعني هون تحية لدكتور جورج في صوره ما بعرف اذا رح تقدر نعرضها يلا بعد البريك خلينا ناخذ بريك نرجع بنشوف يلا ناخذ بريك مشاهدينا وبنرجع لكم بعدنا اكيد عم نحكي مع دكتور ملين شرفتونا محطتنا الأخيرة وبعدنا مكفيين مع دكتور ملين إلياس اختصاصية في جراحة وطب الأسنان والتجميل أكيد الحديث شيق كتير دكتور قبل البريك كنا عم نحكي عن الفينيرز حكينا أشياء بالتفاصيل عنهم بس ما عرفنا قد إيه بيضاينوا حلو السؤال كتير هلا هيدا السؤال له جواب مثل ما بيقولوا عدة answers يعني حسب كل مريض نحن من عنا أكيد الشغل إذا نعطى على الآخر وبأحسن طريقة بهالحالة أنا بأكد للمريض أنه فينا نسبة ما لا يقل عن 7 إلى 14 سنة بالنسبة للفينيرز هلأ هون نحن نروح على الآخر ونأكد هيدا الشيء بده يكون في كوبريشن كتير قوية من المريض يعني أكيد المريض إذا اعتبر أنه هو عامل فينيرز يعني ما ينظف أكيد لا إذا ما يستعمل الخيط كمان أكيد لا يعني انتباه المريض على الفينيرز تبعه كتير بيساعده كمان على المينتنس أنه كل 6 أشهر يقطع عند حكيم أسنان يكشف كمان هيدا الشيء كتير ضروري لضيان الأسنان أوكي كنا قبل البريك سألتك عن موفي الينيومون واذا فيكم تعملوا هذا الشيء على اسنان منهم ظابطين اساسا من دون ما نحط بريسز قلتي لي بدنا نشوف صور بدنا نسال المخرج اذا صار فينا نشوف الصور فينا نشوف الكا هلا بعدنا هون يلا بعد شوي اوكي هون الموضوع تكون صريحه الموضوع الرئيسي الخبره بهالحاله هول الحالات اللي هالقد سيفير كيسز بيتناولهم دكتور جورج ومن ورا خبرته اللي لا تقل عن 30 سنه مع انه بعده شاب بيقدر يحل هالكيسز من دون تريتمان اورثودونتيك حتى من دون تريتمان اندودونتيك يعني من دون ما نشيل عصب ولا ما حتى نحط بريسز هلا بتقولوا لي كيف بقول لكم هون الخبره ورح نترك له السر لاله طب يعني هون انت عم بتقولي لي مش فينيرز هون مش فينيرز فول كراون فول كراون يعني هون عم نركب هيدا بيضاين ابدا يمكن هيدا اكيد يعني باكد انه من عنا اذا المريض التزم فيها ما لا يقل عن 15 ام 20 ام 30 سنه اكيد حسب الكوبريشن تبع المريض وكمان حسب صحته له حرام أوكي. للمريض يعني خلينا نشوف هون شو عم نشوف فينيرز هون هذا فول كراون اوكي هذا فول كراون زيركونيا هولي نحن بنشتغل اذا بتشوفوا كيف بندفش الشفه كيف بنشيل الريد في صور بعد لقدام اذا ببينوا يعني بيتغير هلا هيدا الكا كتير حلو هذا كا حدا بعد ما خلص
إذا بتطلعوا بتشوفوا كيف النيرة مبينة على الابتسامة تبعه. صحيح. هلأ من بعدها دغري في الصورة، من بعد ما عملنا هيدا بس على البروفيزوار، من بعد ما عملنا العملية وهيك صار على البروفيزوار قبل الفاينل ريزالتس. بابا عم بتبين. بابا عم بتبين. أخذنا له أول صورة هو عم يبتسم، ما كان يبتسم بولا شكل حرام قد ما كان يتضايق من الموضوع. بهلأ على البروفيزوار صار يضحك ويبتسم، وانطرونا للآخر رح ننزلها على بيج دكتور ميلين كيف رح يصير. أوكي. بعد ما خلص. بعد ما خلص هذا بس على البروفيزوار. هيدا الريزلتات تاخد بس على البروفيزوار. صحيح. أكيد. هون حدا مخلص هيدا تمه كامل. ليكون نظافة، ليكون نيرة كيف زهر. هلا أكيد هون إذا بتشوفوا النيرة شوي غامقة لأنه المسيو أوريدي هو فونسي، بس ليكون نظافة، ليكون المارجنز كيف مسكرين على الآخر. حتى بالنسبة للون مش أخدين زيت اللون، في مالتيبل كولرز عم يلعبوا من فوق لتحت تيكون كتير شي ناتشورال. هيدا كمان فول كراون. هيدا فول كراون. هلا هون أخذنا الصورة، يا ريت منشوف اللي قبلها. شخص شوي كبير بالعمر. هلا بس تفرجيكم البيفور اند افتر. هذا شخص خسر كل سنانه مع العمر. وركب امبلنتس، على الامبلنتس عملنا له الفول ماوس. يا ريت بس بتبين الصوره للزيت المسيو بس قبل، لانه هيدا الافتر. يا لا عم نشتغل. ليكن ليكن فرق بين البيفور والافتر. ها اكيد مش حاطين وجبه بس على الامبلنتس وركبنا. ليكن اذا فينا نرجع نرد الصوره كيف دفشنا معالم وجهه للمريض وصغرناه، يعني رجع صغر. صحيح. طبعا لا ياكل عن 10 15 سنه رجع شاب. شو انبسط بيكون. ليكن فرق وضحكته من كل قلبه. صحيح. هون كا كمان كثير حلو. دفشنا الشفة هون. مدام كانت عاملة سنين قبل هو ملبستهم لتحت، منشوف كيف مكسرين. اللي تحت كانت ملبستهم؟ اي قديما برا عند حكيم. واجت لعنا التجأت من بعد ما كانت بس 6 أشهر عملتهم. يعني هون فيني اقول قديش اذا انعملوا بطريقة مانا مزبوطة قديما المريض عن جد بيدفع الثمن. يعني ممكن اوقات المريض يسترخي 6 أشهر مش كتير. حرام عن جد كيف تكسر وبتمها اذا مبينين. هون عاطين كا كرمال ضحكة تكون كتير ناتشورال، مفرجين هذا اللون انه لون حسب كل مريض شو بيختار. عاطين ضحكة ناتشورال. كمان هيدي المريضة عنا، هيدي البيفور، هيدي الافتر. سوري يا ريت منشوف البيفور قبلها. هولي كلهم عم نحكي فول كراون. هولي عم نحكي فول كراون. ما حطيت ليكو اذا منشوف هولي فول كراون معمولين برا. ليك كيف قد ايه كان سيء الحاله وكانت نيرته حمراء وريحه تم بشعه. واذا منشوف في فرق بسنين يعني كثير بشعه. ويا ريت فينا نرد على قبل بعد. وليكو أوكي. كيف صار عن جد. يعني اذا بتلاحظوا كيف ملامح الوجه حتى بيتغيروا. انا مجبوره كرمال برايفسي تبع المرضى تبعنا انه ما فرجي وجوه، مشان هيك خصوصي كالف الفينيرز نحن مصورين كل وجوههم. فاضطريت اني ما الجا لهالصور وفرجيتكم صور قدرت انا اقصهم. بس ليكو قد ايه عم بس نحن عم نشتغل على سنين قد ايه عم نغير مع يعني طبعاً ملامح الوجه مش بس الضحكه. هون في مسيو هيدا من افريقيا، نحن 3/4 بيجوا من برا. واذا بتشوفوا هذا المسيو ما لا يقل عن 60 سنه، ليكو كيف ولا جعده. وهذا كله من وراء الهوليوود سمايل. يعني عن جد هيدي ابتسامته. كيف يعني من وراء الهوليوود سمايل؟ هي هيدي برايفت تكنيك. يعني صراحه انه انا اذا وصلت لها بهالعمر المتقدم، لانه معي دكتور له 30 سنه بالمهنه وبقول له انا براءه اختراع انت لازم تاخذ عليها. ما بيعالج بس انه من سنين صفر ليصيروا سنين بيض، عم نغير ملامح الوجه كله من تقنيه معينه. سر معين لدكتور جورج. كافي بالصور. يلا هيدي الماما ابتسامتها الحلوة. وهيدي كمان الموديل تبعنا ومع ابتسامتها. هون حبيت يعني فرجيكم هيك كم كم من الابتسامات الحلوة حبيت شكل عليكم لأن تقريبا نشوف كل شيء. كمان هون بعض الابتسامات كله من شغلنا أنا ودكتور جورج.
ها صورة كتير حلوة. هالمريضة علاجها دكتور جورج كانت سنة 2004 إذا ماني غلطانة، ورجعت إجت هلأ سنة 2023 بالتليفون الصغير أنا حاملة عم صور كيف بعدها، ونزلنا على بيج دكتور ميلين فيديو بعدها عم تحكي فيه بسنة 2023 كيف بعدهم الأسنان وقديه هي بعدها مبسوطة فيهم، وحتى صورنا الإمبلانتس حتى من بعد 20 سنة الإمبلانتس بعدهم بحالة كتير منيحة، ما عملنا لهم شيء. وهذا الكالي كنا عم نحكي عنه بالأول. ليكو هذا الموفي أليونيومون، وليكو تحت كيف مش الحال. يعني هيدا من دون ولا عصب مفركش كل سنين مفركش يعني. حتى شوف العضة شو غلط. من دون ولا عصب. من دون ولا عصب. ولا حتى ولا تقويم. حتى تقويم. هيدا سر بتكون تجي لعند دكتور جورج. طيب هيدا سر، بس هيدا كمان فول كراون. هذا كمان بهالحالة مجبورين مجبورين نلجأ للفول كراونز، ما بيعود ما بيعود خيار، لأنه بس بدنا نشيل الزيادة لنفوت سنين لجوا لنحطهم على زيت الصفة خلص بطلنا بالإنامل، صرنا مجبورين نلجأ للفول كراون. كنت عم تقولي انه انتم بتغيروا كل ملامح الوجه، وانا هيدي شهدتها بس رحت لعندكم. يعني الواحد حتى الهون اللاينز تبعهم بخفوا، حتى الشفه بتعمل، لانه بيك بيشوف الوجه كله وبيشتغل 100%. قديش الضحكة، أو خلينا نحكي بشكل عام الضحكة والأسنان المرتبين والنظاف بيأثروا على الوجه بشكل مش طبيعي. ليك عن جد رح نعمل مثل هلأ خطر عبالي اكزامبل، رح نكون أنا وياك قاعدين برستوران وفجأة يجوا شخصين. أول شخص كتير باد أورال هايجين، يعني ريحته ريحة أمه طالعة، نيرة حمرة كتير، الأسنان منن مالبوزي، منن حلوين، بتحسي هيك بتنقذي. أما من بعدها دغري إذا عملنا زيت الإكسبيرينس وجبنا حدا مهتم بحاله، ما عليه الاهتمام. هلأ أنا برأيي أنه نمبر وان قبل البوتوكس، قبل الفيلر، قبل حتى السيمي ليفتينج، أول شيء الأسنان هن اللي بيردوا شباب. كان عم نحكي عن المرأة أم كان عم نحكي عن الرجال، بيرجعوا بيعطوا هل عن جد ما تصدقي. يعني أنا بكون عم نشتغل بصير أضبط حالي قد ما بقول لهم إنه اسم الله، إن كانت مدام أم إن كان زلمة، قد إيه بيتغيروا، قد إيه من أول التريتمنت لآخر بنلاحظ في فرق منه طبيعي. حتى هن كلهم بصيروا يقولوا لنا انه كل العالم عم تقول زغرني 10 ولا 15 سنه ما عم بيعرفوا ليه. شو حلو. أيوة شو حلو. بتضلي بتشددي دكتور على الاهتمام من المريض بالاسنان. يعني ما فيهم ياكلوا اكلات معينه، فستق، بزر، تفاحه، يمسكوا التفاحه ويشتهي. هلا انا بتعرفي شو بقول؟ انا بقول حتى انا ما بقول لهم ابدا انه لازم يعملوا ولا نتفه افور اكثر من اللي لازم يعملوا لاسنانهم. يعني لو هو مش مركب شيء لا فينيرز ولا فول كراونز، المريض ضروري يهتم. لانه هلا هو شو بيصير اذا اكل تفاحه؟ يعني اذا المريض اكل تفاحه وكسر سنه بيقول لك سنه انكسر. اذا المريض عامل كراونز وكسر الكراونز تبعه بيقول لك ايه انكسر الكراون. عرفتي؟ فانا برايي انه البريكوشن، يعني التفاحة فينا ناكلها أكيد، بس حتى سنينه الواحد حرام سكين من قصة ومناكل أكيد الساندويش عادي. يعني كل مرضانا بيشربوا قهوة بيأكلوا عادي، بس يعني حتى يعني قصدي إنه الشيء اللي لازم يعملوا له يحموا سنينهم بالأساس لازم يعملوا له يحموا السنين اللي تعبوا عليهم. يمكن الفينيرز أضعف شوي. أضعف شوي من الفول كراون. 100%. صحيح؟ بس زيت البريكوشنز يعني كمان إنه أنا جزرة لشو لننتع هيك يعني فينا لا جزرة لا حرام. يعني أنا عن جد مش بس لعامل تريتمنتس، حتى الشخص الطبيعي يعني أنا ولا ممكن ألقط التفاحة وأكدشها حرام. طيب السماكة، سماكة الأسنان أو الفينيرز أو الكراون، مين أحلى فينيرز أو كراون؟ أي سماكة أحلى؟ لأنه عم نشوف كتير أسنان مركبينهم ما بعرف شو هنن،
بس عم يطلعوا كتير سماك يعني عم بيبينوا ايه. كتير ايه. هلا هيدا كان أكتر أنا بحسه وقتها يجرب الحكيم قدر المستطاع أنه ما يبرد أبداً. تخيلي إحنا أوريدي صفت سناني هون، أنا حط شي فوق من دون نفوت ولا نطفة، أم حتى أنه يزيدوا بنسماكة الفينيرز أم الكراون. إيه طبيعي هون بده يكون بشع، بس إذا انشغلت بالطريقة المضبوطة لا شلنا زيادة ولا شلنا أكتر أقل سوري، إيه أكيد لا بيطلع ريزلتا كتير ناتشورال. ونحن عنا شغلة على طول انه البروفيزوار بنشتغل عليه بالاول وبناخذ وقتنا مع المريض انه يضل على القليل ما لا ياكل على جمعه. بيقولوا اوف جمعه، ايه جمعه اتليست جمعه، فالمريض على البروفيزوار تعود عليهم هو صار قادر يحكي. بنحاول حتى بالبروفيزوار هيدا النيو تكنيك مثل ما شفنا بالصوره انه نحن بنبيض البروفيزوارات تبعنا بيطلعوا بيض، يعني هيدا من هون نحن عم نخلي المريض يتعود على حاله، المريض هو كمان يصير عنده هالوعي وهالثقافه ويقول انا بدي غمق شوي بدي فتح شوي تعودت عليهم بدي طولهم، لانه نحن مثل ما شفنا لنغير هالملامح ما عم بغير شوي بسنان، انا عم كتير عم نغير عم نطول عم نبيض عم نعمل يعني ميجر تشينجز. طيب معقوله الفول كراون او الفينيرز عملوا لي ريحه دم؟ كتير معقوله اذا انعملت بالطريقه الغلط، اما اذا اتاخذ الوقت ونحن عنا معروفين انه ما عنا بوان سيشن، حتى الفينيرز منا عنا انه مرتين وبتخلصي، نحن بناخذ المريض ومن يعني بنجيبه بنستقبله لعنا على العياده لنحن نحس انه كل شيء صار عنا بارفي. يعني ما حتى اذا بيلاحظوا كل مرضانا عنا انه ما عنا سيستم بيكون في 14 مريض ناطر برا، كل مريض بياخذ وقته، فبهالحاله نحن بنكون عم نفحص مزبوط. ساعتها اذا فحصنا النيره مزبوط مع التلبيسه كيف راكبه وعملنا مالتيبل مش بس اسياج واحد بليزير اسياج، اكيد 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 لا ريحه تم ولا حتى نيره غير زهر 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 بتجنن. شكرا لك دكتور ميلين الياس اختصاصيه في جراحه وطب الاسنان والتجميل، شرفتينا مثل ما دائما بتشرفينا حبيبي. ثانك يو، اهلا وسهلا فيك دكتور. للاشتراك زوروا موقعنا alphatv.com او اتصلوا على الارقام التاليه. الفا قنوات الاسره العربيه.